ألا ما كن. شال وجه الحلو يعني تزامن صباحي مع صدور جدول أسعار المحروقات الجديد. شو هالشي الحلو؟ انبسطوا بال70,000. ما تنقوا يعني اليوم كل النهار انه صارت 70,000 وعملوا هفوي والكالكولاتريس كان منزوعة ما عرفوا جمعون مع بعضهم وما تواخذونا. يعني بتعرفوا من نهارين ما انتبهنا انه لازم تكون 70 بدل 60 وهيك. اليوم 70. انبسطوا بال70 لانه 70 رح تصير من الزمن الجميل بعد حين. ما في شيء 100 120 200. نحن بعدنا هلأ بشيء اسمه الزمن الجميل. بونجور. ما تخزوني امبارح ما قدرت كون معكم. كان كريزة ميجرين. وعادة بالايام العادة لما اطلع من الكريزة كل مرة كنت ارجع بحب الحياة اكتر. تصير أقول أنا أنه ما بتسوى شي هالحياة قدام لحظات الوجع وكل هالخبرية ما غيرها. طبعا مهم الصحة وهيك هيك وقتها قوم هيك كافئ نفسي أني هيك قوم رح أعمل شوبينج رح أعمل أنه أشياء هيك بتفرح. هذا كان بهداك الزمن. بسلم عليكم أكاونت رئيس الجمهورية على تويتر وبقلكم اليوم يشارك العالم قداسة البابا فرانسيس الصلاة والتأمل من أجل لبنان. دعوتنا معا مسيحيين ومسلمين أن نوطد قيم الحق والعدالة والتوازن والاحترام المتبادل. بترك صار هونيك وكله تمام كله حاضر للصلاة والعبادة. يا لطيف. انتهت حلول الأرض ما عنا ولا حل إلا أنه نشارك البابا الصلاة بآخر يعني ضربة ممكن نضربها بآخر محاولة. إذا ساعدنا هالعالم كله وصلى معنا لهالبقرة الفاسدة من الكون اللي ما زالت تفسد يعني مش إنه موقفة. يعني عادة بصير هيك بمشاكل ببلدين مش مشاكل يعني مصايب انهيارات كبرى بتوقف يعني وبصير دور المعالجة. هون لا مش موقفة بعدها. السرقة ماشي وكله تمام. التهريب ماشي وكله تمام. العهر بالتصريحات ماشي وكله تمام. خناقات ماشي وكله كله 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 ما تغير شيء. المهم ما تسبوا ولا تنتفضوا ولا تنزلوا على الطريق لأنه عم بتعيقوا حياة المسافرين المسمينهم المنتشرين. هو فلوا من قرفكن. ما بعرف يعني الخبرية قصة المنتشرين يمكن كانت تزبط بأيام السبعينات سميوا بالمنتشرين منا جديدة على أساس أنه هن جماعة أنه البلد المنيح العايش تمام مثل ما بخبرونا أهالينا. وهو الصور بالأسود والأبيض اللي نشوفهم كانوا عايشين تمام. قاموا راحوا قرروا يهاجروا على كندا على أمريكا على أستراليا على كذا. هدول إيه بجوز. بس هلأ من 30-40 سنة لليوم 30 سنة لليوم كنت سمون منتشرين. لا حبيبي اسمهم مهجرين مثلنا مثلهم. يعني يعني نحن منتشرين لشو؟ امبارح قال الوزير انه نحن مش اغتراب انتشار. عنجد منتشرين مثل المروحة موديلنا هيك يعني ما بعرف كيف شكلها بس انه ايه مهجرين. فبليز ما تسكروا الطرقات عليهم للمهجرين لانه نحن بموسم سياحي. وقال كل حدا يعني عم بيعمل اي شيء مخالف للقانون بينزل على الطريق بعيط هيك ما بحق له هلا لايلول لما يفلفلوا الجماعه بنصطفل ببعضنا نحن.
هلا كونوا عاقلين وشاطرين قدام من تشرين. طب يه بده يقول لك امتين لازم تصرخ، يعني امتين لازم توجع، امتين لازم تقول اخ، تاني شي الاخ قولها ببيتك، يعني ما ضروري تقولها على الطريق، هو على السوشيال ميديا ما فيك تقولها لانه بيلحقوك وبتنشط فجأة، يعني الاستدعاءات بروحوا بيجيبوك من البيت، بينما اللي عم بيهرب كل يوم بكابتاجون ما بنعرف من هو، بس 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 كرمال دولاراتهم. والمنتشرين يا مسيو ما عم بيدفعوا لك دولار، يعني عم بيصرفوا يدفعوا باللبناني، ما هن منتشرين بيحكوا لبناني، يعني ما فيهم انه الاوتيلات يقولوا لهم انه انت مش لبناني بدك تدفع دولار، لبناني الأصل. أنت كمواطن حسب تقرير البنك الدولي من بين ثلاث أسوأ أزمات اقتصادية بالعالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، يعني بدك أنه تسكت، ما بدك أنه تعبر عن ولا شيء كرمال المنتشرين. وكمان للمنتشرين صار فيهم يعملوا جولة بالجو لبنان من فوق ليشوفوا أطول سلسلة بشرية واقفة على ترمبات البنزين. هيدي مش عيب، إنك تنزل تتظاهر عيب، ما بيسوى كرمال المنتشرين. بس المنتشرين يجي يطقوا 150 دولار يطلعوا بالجو يشوفوا لبنان من فوق أطول سلسلة بشرية وبيصوروها وبيبعتوها وبيتبادلوها، ما أجمل المشهد من فوق. 150 دولار فريش كاش. بصيروا هيدولي جماعة اللي بيحبوا الوطن أكتر منا، يا عين شو بتحب لبنان أنت، يا عين وطنيتك لك، تسلم لي وطنيتك أنت يا صباط الزعيم. مش بس هيك، هل كل الإعلام اللي عم ينتقد هالشي وهيك، هو كمان صهيوني امبريالي ما بيسوى، العنوه. لازم بس انت تضلك تقول مرقد العنزة بألف خير وكتير حلو وتعو، وكون بوزيتيف، كون حمار، يعني وقت اللي نحنا كنا بوزيتيف ونبشر بالبوزيتيفيتي ما كنتوا تفهموا معناتها انتو، يعني اليوم شو معناتها، شو إلها معنى، يعني الكلمة كيف بقرشوها مثلا. بي بوزيتيف، قال بيبعت لي واحد ريبلاي انه سطلي بي بوزيتيف، اصلا هيدا حاضر ناظر ليقول لك اي شيء على فكرة، مش انه بس بي بوزيتيف، يعني اذا قلت لهم تعوا البلد منيح لانه انا عندي انفصام مثل كل اللبنانية، نهار اللي بروح مثلا بقعد بشي ريزورت حلو على البحر بلاقي انه والله ليك البلد هون انه جميل وهيك، بصير قلن لأصحابي مثلا او على تويتر او شي انه تعوا، ما بقول يعني كتير، بس انه تعوا عن جد ننبسط وتتسلوا بتشوفوا اهلكن وهيك، بطلع مثلا برجع بعلق بالموكب الزل، مش طابور، موكب الجميل لأنه فيه دبكة، برجع أنه بقولهم لا شو بدكم بهالمجي، نحن منجي كمان مستعد بأي وقت أنه يجاوبك عن رأيه، إذا قلت لهم تعوا بيقولوا لك أنه أنت كمان مش منيح، كمان هو بيعرف بالنوايا والخفايا أكتر منك. anyway كيفكم أنتم منيح؟ يلا ما بعرف كيف رح يكون شكل هيدا النهار اللي منودع فيه اخر منتشر على المطار، على المطار المقرف المجوي المقلعط اللي ما بيسوى، اللي كان بفترة ما بتذكر يقولوا عنه من اجمل مطارات العالم رغم انه منه كبير يعني ومنه يعني بلد مرتبة اولى، بس انه كان يبقى حلو ومرتب وهيك مهفهف وفيه شي من الذوق اللبناني الحلو، كان هيك انا بتذكره هيك فترة، راح مع اللي راحوا.
مش عم تحرقسني فادية. بونجور فرام ليك طلبتك بالغلط طلبتك انا عم بفتح المسج اوكي. مس سويد عم تحرقسني. البنك الدولي يمنح اليمن 150 مليون دولار لخدمات الصحة والغذاء والماء، ومبارح كمان منح السودان، بس نحنا لا ما بدنا نمد ايدنا للصهيونية العالمية، مندبر حالنا بأموال المودعين، مندبر حالنا منسرق لكم مصرياتكم منمول فيها بطاقة ما بترجع لكم، يمكن ترجع لكم حسب الحزب تبع منطقتكم يعني، بس انه ما بدنا البنك الدولي. ليه؟ لانه مشكوك بامره. قبل كنا نقول انه ايه يمكن بجوز في وجهة نظر انه البنك الدولي بركي انه رفع الدعم يا لطيف، هلا هني عم بيرفعوا الدعم وهني عم بيسرقوا المصريات وهني عم يسرقوا الاحتياط الالزامي، والف مبروك. والبنك الدولي ما بيسوى. ايه برافو بريج. مصريات البنك الدولي ما فيها كرامة، ايه مصرياتهم ملعونة مش منيحة مش نضيفة. شو بعد؟ بعرف عم بحكي كتير اليوم لانه قايمة من الوجع وراح علي مبارح يعني. هات لنشارك البابا فرانسيس الصلاة والتأمل من أجل لبنان، قولوا الله يا جماعة لعله وعسى يعني تزبط معنا هيدي آخر خرطوشة. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على الطوش وتصفى الله معكن الله معكن الله معكن. يا رب يا رب يا رب تكون بهاللحظات مفتوحة أبواب السماوات لكل نداءاتنا لكل خوفنا لكل رجائنا فيك يا الله. انت اللي شايف شو عم بصير بهالمطرح من الدنيا، راح الفرح والرجاء ويمكن شوي من الإيمان تزعزع رغم ادعائنا انه نحن مندافع عن الله، كل واحد حسب دينه وطايفته ومذهبه وجماعته. اكيد 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 انك مش رضيان بهالشي، بكل مين بيحمل اسمك الله يدافع عن حاله وناسه ويقوز على التانيين. أكيد ما عجبك أنه نحنا منقول شعب واحد بس لما توقع الواقعة كل واحد بصير عنده أسلحته للدفاع عنك. يا رب ما نعود نشوف هالمشهد ابدا 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 بهالمكان اللي مسمى انه رسالة، عن جد يكون رسالة مش كذبة، عند اول تجربة كل واحد بيرجع للمطرح اللي كان في ايام الحرب. هون الحرب ما بتخلص، هون تاخد هيك بريك وبترجع. كل اللي عم نشوفه ببشر بهالشي، يمكن كرمال هيك الصلاة صارت ضرورية والأعجوبة ضرورية، لأن بأي لحظة من اللحظات ممكن نرجع لهيداك المشهد وما بقى قادرين نرجع له، ما بقى في شي بالبلد بيحمل انه نرجع له، ولا بقى بيقدروا يضحكوا علينا انه قشطونا وقشطوك واخدوا منا واخدوك وقضية ووطن مشلخ ما
مقسم خلقة. هيدا هو قدامك كان يبقى كتير حلو، كان يبقى المطرح اللي منسعى انه يكون آمن، نحبه على علاته ونآمن فيه ونعشقه عشق مجنون يعني. حتى الغرباء اللي كانوا يجوا كانوا يتعلقوا فيه تعلق ما له مثيل. أكيد في أحلى منه بالعالم، أكيد في أحلى منه، بس هون كتير عزيز على قلبنا، كتير الأرض التراب مطرح ما اندفنوا أحبائنا، مطرح ما عشنا وحبينا تعلمنا. هالمطرح عم بيروح من بين إيدينا يوم بعد يوم، نحن عم نتفرج ما عم نعمل شي، منحطه بين إيديك لأنه الهيئة ما منستاهل ينحط بين إيدين حدا من الموجودين هون، ولا حتى بين إيدينا لأنه الدغري متخانق عليه من كتر قال حبنا لقلو، الحب اللي بموت. يا رب مع البابا وصلوات البابا وكل هالناس بكل العالم اللي بيعرفوا هالوطن أو ما بيعرفوه، ممكن اليوم يضولوا شمعة ويذكروا بصلاتهم أنت الأمل الأخير. ما بقى في أمال هون أنه نعيش بكرامة حقيقية وبأمان. الأمل الوحيد أنه أعجوبة من عندك تحل ويكون وطن نهائي عن جد، مش شقفة بيتصارعوا عليها هالدول المجاورة لكل واحد يأكل منا شقفة ويبقى لنا الفتات وطن حقيقي بيساع كل الناس. ما بعرف إذا لازم نسلمك كمان أو رح يقول البابا اليوم ما بعرف ضمائر المسؤولين اللي دايما بيناشدون بالصلاة والعظات. خلينا نقول انه ما بقى في ضمائر مسؤولين، يعني الصلاة من اجلهم ما بعرف ما بقى تفيد. خلينا نوجهها لمطرح تاني، هيدول الناس خلص صاروا انانيين وجشعين وحقيرين لدرجة ما بقى ينفع معهم الصلاة، ولا بينفع أعطاؤهم فرصة جديدة لعل وعسى. خلصنا منهم فردا فردا، أمعنوا بأيام الحرب قتل، بأيام السلم سرقة، وما بينهما فساد 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 باسم كل الأطفال الموجوعين اللي ما عم بيلاقوا دواء ولا أكسجين، باسم كل الأباء الموجوعين المقهورين لقيمين نبشوا على رغيف خبز مش ربطة، باسم كل الفقراء على هالأرض والموجوعين والمتروكين مش سامع صوتهم حدا إلا أنت. من سلمك هالوطن وأهله وناسه، ولتكن مشيئتك. أمين. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على طول، وتصفى I'm
ابو هالاسماء محاسبو القوات اللبنانيه أوتوستراد شتورة بعلبك عند مستديرة زحلة تمهيدا للاعتصام اللي دعت له منسقية زحلة للحث على تسليم شركة كهرباء زحلة الكمية المطلوبة من المحروقات بالسعر الرسمي تلافيا لارتفاع فاتورة الكهرباء وتأمين استمرار التغذية بالتيار مثل ما جاء في بيان الدعوة للاعتصام. مع انه بهالوقت عم بيجيني فيديوهات من بالونة من الزوق لطوابير الزل شي خرافي. اتأكد وين الزوق. زوق مصبح صاحب محطة عم بخبرني هداك اليوم عم نحكي عن الغلا وهيك قال لي اول شي انه قلت له هلأ يعني وقت تصير 70,000 بيمشي الحال بيصير في منتسير يعني. قال لي لا بيصير في بنزين متوفر لكل العالم بكل سهولة وترجعي مثل قبل لما ينرفع الدعم نهائيا. يعني لما تصير أصحابي بسوريا قلوا لي قديت تنكي عندكم باللبنان بتطلع 200,000 قال لما تصير التنكي بلبنان قد التنكي بسوريا بيوقف التهريب لأنه ما بقى توفي معهم وبيمشي الحال. أخبرني شيء هيك عن ست قعدت نطرت بالطابور نضال سمعني مدام نطرت بالطابور يعني قال لي شي نص ساعة ربع ساعة نص ساعة شايفها هو حاسس انه شايفها قبل يعني معباية بالنهار قبل وصلت قالت له فولة طلعت 6,000 6,000 التفويلة تبعها. قال لي يعني المدام اجت وقفت بأول طابور فولت راحت جبت كيسين غراض من دكانجي ورجعت انه صار في 6,000 بدها تفولها تريح راسها وتروح على البيت. طب في هيك عم تسمعنا سلوم عم شوف فيديوهاتك مارينا كتير صريحة مارينا عم بتقلي كلنا بنعملها لأنه معايشيننا بخوف ايه بيجوز فيها وجهة نظر انه تصير 20-30-6,000 يا كافر فادي من كندا انت قاعد هيك صح بعد منتصف الليل تبعت لي جدول اسعار المحروقات يا زلمة روح عيش حياتك نام قوم يعني انه بدون هالاخبار مش معقول. انت اقوى منتشر بالعالم انت عايش معنا مش منتشر انت. هذا طبعا اسمع هيك اغاني بتدب فيها الرومانسية ما عم بتدب اليوم ما بعرف ليه انا هون بس ساكتة عم جرب انه استجمع قوية الرومانسية مفتتة عاد احكيكم عن الحب والحياة وراحة البال. النضال انه عم بغير لي جو على الهواء حتى الاغاني رومانسية واغاني تعنيني يعني ايه وتحت الهواء بخبرني عن قد طلعت 50,000 كم لتر بنزين. طيب ما في انفصام اكتر من هيك ما بقيسي انا شو بعمل كعيت. بخبرني عن هاي التكة بتتذكروها بالتكة لما يقلك فواليت انا البنت تك عمره بتقول له عبيلي 100,000 ثواني بالتك قدنا نغير جو على سيرة البوزيتيفيتي انه وين عم بتروحوا غير اكيد بعرف انه في مجموعة ناس انه عندها منتشرين تعطيها مصاري او اجت عم يظهروا هني وياها على محلات حلوة او في ناس بعدها قادرة تحمل ما تبقى يعني من أوضاعنا عم بتروح على محلات حلوة لأنه منشوفهم على السوشيال ميديا أنه مش معقول يكونوا كذبة يعني هاو جماعة عايشين بيناتنا أنه وين عم بتروحوا وين في شي حلو وين في مطرح مقبول أسعاره. كنا نعملها هيدا الربريك بالزمانات تتذكروا تدلونا مثلا على جزين منطقة مطرح بتنام فيه ما بعرف قديه بالويك اند
مطعم شيء هيك بالصيف لذيذ خبرونا لنكون بوزيتيف. بتقولوا لي مارتينا بين ترومبا والبيت ما في حدا مش عم بيظهر، مش عم بحكي عن الناس الأكثر فقرا، عم بحكي عن مجموعة إنه اللي عم نشوفهم على الطرقات، يعني غير عجقة ترومبات، في عجقة يعني في نهار رحت على الشمال أنا من الصبح نطرنا نطلع على جوجل ماب لنرجع بيروت ما قدرنا نرجع، يعني ضلينا ناطرين 8:30 9:30 للعشرة لقدرنا مشينا لبلش يروح شوي الأحمر من عجقة الناس الراجعة من يعني في ناس شو رومانسة انت بروح مع صوتك كلماتك أحلى مشوار وينهم؟ خدني معك جزدين، رايحة على جزدين هلأ مع لبنان أوف تومورو، رحنا على رفقة بسطنا هيك عملناها رحلة يعني بالأوتوبيس بالشو سموه هيدا فان وشي والمطرح التاني رح نروحه هو جزين، عشان هيك طلعت ببالي دغري. ايه سياحة داخلية اكزاكلي وين شو جويا عم نمشي حالنا بنظهر عقد حالنا، هيدا اللي عم بسأله. اوكي انا معاشي صار 300,000، اختي معاشها اكتر، نظهر ندفع عن بعض منساعد بعض نتشارك بس لنحس انه صيفية. جويا عم تقولي 300,000 ما انجا يعبوا بنزين كيف يعني، وين بقولي لي وين بتروحوا، واختك قد ايه بتقبض يعني اكتر منك، وكيف بتتساعدوا على الفاضي فاضي. عارفوها هاي الايام اللي بتمرق على الفاضي يعني اسوأ الايام، مثلا اليوم صرنا الخميس، اذا من التنين للخميس مش عامل شيء نص شغلة بتحسسك بشوية فرح، كيرسي انت يعني على شفير النهاية. عارفي الشي ليش ما عم تنقل التلفزيونات تسكير الطرقات؟ لا ما بعرف، بس بعرف انه قطعت الكهرباء شرفه، بس بعرف انه عم بتكون محاولات تسكير، يعني منا ثورة 17 تشرين، يعني منا جحافل العالم عم تنزل، هن بينزلوا وقت لأنه يعني أنا بعرف كان معي صديقة مراسلة نهار من كم يوم وقت سكروا الطرقات، بفتكر نهار الأحد أو السبت بأحدى التلفزيونات، فإجيهن نداء أنهم يجوا كلهم على المحطة لأنه ممكن يتطور الوضع، فحضرت حالها هي وفلت وما تطور الوضع، يعني ما عم بتكون إذا بدك أنه بينزلوا 2-3 بولعوا دولاب بفلوا برأيهم، يعني قد تكون ما بتحرز التغطية، مع أنه التغطية هي اللي بتشجع البقية، لأنه في ناس قاعدين ناطرين التلفزيون لما يشوفوا أنه تجمعوا بينزلوا، هلأ بفيد ما بفيد كم شخص قد لازم يكونوا ما حدا يسألني شي لأنه ما بقى أعرف شي من شي، بس بعرف أنه لازم نعمل كل شي بيزعج هالسلطة، هي ضد المظاهرات إيه نعملها شي هيك ازعاج، اذا ما بدنا نسميها ثورة ازعاج، يعني ما منزعجين ابدا من مشهد الترومبيت العجقة على الترومبيت، بس شخصين ثلاثة ينزلوا تعملن حالة تعملن انهيار. جويا ردت علي كنت عم بسألها انه كيف بقدوك 300,000 وهيك، أكيد أنه ما كان معاشة 300,000 هلأ صار، صديقيني ما بعرف كيف بقسمهم، المهم ها 300,000 ما توقف قدام أني شوف وجه ربي، يعني كنا سنة الماضي نظهر بالسين ونتغدى، صرنا بنظهر بالسين ونتغدى بالبيت، كنا السبت نظهر أنا وإخواتي نتعشى نشرب أرجيلة، صرنا بنظهر بس أرجيلة. حلو، بس بحي حس الفرح اللي عندك يعني، وانه شوف وجه ربي، لانه اوقات على الديبريشن وعلى الاوضاع التروما يعني لما بتصير ما بعد الصدمة
في ناس بتقرر انه بتلغي كل شيء من حياتها، يعني بتصير عايشة كل الوقت بهالكابوس وبصير تزيد مع الوقت، يعني هيك مش غضب، يا ريت غضب، حزن يعني، بتبطل تظهر. بس برافو، مبروكين هالمصريات، فيهم بركة فيهم بركة. في حدا عم بيخبرني عن ما بعرف شو اسم المنطقة بفلوغة، بيظهروا مناظر بتعقد، 35 دقيقة من بيروت لازم تطلعوا، بتاخدوا معكم قهوة وبتقعدوا. اوكي، شفت شو عم تعمل ب 300,000 معاش بريج؟ هلا اكيد ما عندها صوتات، ما عندها كهرباء وموتور. هلا الكهرباء والموتور الشهر الجاي هناك الصراخ والبكاء وصريع الاسنان. ايه 300,000 ليك بضل تلاقي مطرح تروحوا بغير مواصفات السنة القبلة، يعني بس انه انا هيك صار لي شهر بلا بحر مش قادر. هيدا الديبريشن الحقيقية. صباح الخير يا ديما، الوضع بلبنان ما بقى ينعاش فيه، صرنا اغراب ببلدنا. من جبل محسن بتمنى تشوفي رسالتي يوسف. صباح الخير يوسف. وفي ناس بعتقد يكون مش من البلد بيستكتر عليكم صرخة كمان. شو اسمه هيدا؟ فولا ريتا، فولا لونج. انا طلبت للي عم بيسألوني شو كنت عم تحكوا قبل البريك، انا طلبت يخبروني عن اشياء وين عم بيظهروا اللبنانية اللي بيحبوا الحياة. فولا لونج كاسليك على البحر، ده وي اوردر 2 بيرز 50,000، هذا غير البنزين والفالي. كيف قد عم تعطوا فالي على فكرة؟ وتبس هاي ظهرت السبت، جبنا بيستين لاست يير على الضيعة، صرنا نروح على الضيعة بدل ما نروح على البيستين، وبدل ما نصرف بصاري على البيستين نصرفهم على الأكل مع أهلنا. كنا نظهر نتغدى بالريستوران ويلعبوا الأولاد بالبلاي جراوند، صرنا نتغدى وناخد الأولاد يمشوا بالمول ونفل. ريت جويا قالم بلا جوزي بيفهم بيهتم فيهم، بيربح جميلة بس بعمل حالي مستي. بيربح جميلة بالكهرباء وهيك موتور. عم بتقول ب 300,000 بتأمن شامبونيتا وغراضة الضرورية، صدقيني كتير حرمت حالي لساعده، ونهار اللي أعمل شي لحالي بطلع أنانية فغيرت تصرفاتي. أهلا بالأنانية، أهلا بالأنانية. هيدي جديدة، بس يطفي الموتور بعد الظهر، بس ما يطفي الموتور بعد الظهر نظهر نقصدر. رنا هيك أبو جوري ما بهالبلد ما بقى يتأمن للطلعة برات البيت ولا حتى بالبيت أمان، يعني امبارح كنت بالمستوصف وراجعين شعلت الدنيا برصاص بطرابلس، يعني عم تخبرني فما بتقصدر، بحط أرجيل وبقعد على البلكون ناطرين الفرش. هيدي هي اللي كنا عم نقولها أيام عم تمرق على الفاضي، هي هي. أنا كمان حاسة إنه عندي ديبريشن من هالوضع بالبلد، بنطر برنامجك لأسمع صوتك وأخبارك لشوف إذا شعوري طبيعي. بعرف إنه كلنا تعبدين من هالبلد وحكامه، الله ياخدهم. أوكي الله ياخدهم 100 مرة 100 أخدة. طبيعي طبيعي يا حبيبتي، كلنا هيك، شو طبيعي إلا هيدول البلا إحساس والبلا مخ. مش كرمال المصاري، انتبهي انه اكيد في جزء كرمال المصاري، في جزء كرمال الشغل، في جزء كرمال الاحلام، في جزء كرمال الاولاد، في جزء كرمال العيلة، كرمال عدم الاحساس بالامان والطمأنينة، في يعني كل واحد حسب وضعه. بس انه اللي ما بحس بشي نهائيا انه كله ماشي، يعمل لو معك مصاري لو عم تقبض دولار، انه اذا عم تقبض دولار بتروح على ترامبا بتقوله ليك بتلوح له بالدولارات عن بعيد بقرب لك، هلا اذا لوحت له بقرب لك يمكن، بس انه يعني في اشياء ما فيك تعيشها لحالك،
يعني هو لبنان لزته كانت انه لما بيجوا السواح على لبنان يشوفوا انه اللبنانية هن كشعب موجودين انه بالسهرات بالحفلات بالخدمة بالمطاعم، يعني شعبه للبلد، لانه عادة منسافر منلاقي انه اغلب الناس اللي منلتقى فيهم مش من الشعب تبع البلد، اغلبتهم مهاجرين واغلبيتهم هيك. كان بعد في هيدا الجزئية بلبنان لذيذة، يعني بنسمع الناس السواح او الجايين من غير بلد عم بيقولوها انه بحبوها، بحبوا اللبنانية. اوقات ما بيجوا كرمال لبنان بحد ذاته كقطعة سما، يعني لانه في قطع سما بتطير العقل، يعني بفوت على جوجل كتب وشوف بلدان العالم قديش نظيفة وحلوة ومرتبة. اغلب الوقت كانوا يجوا كرمال هيدا الحس عند اللبنانية تبع انه لو شو ما بي، لو شو ما صير معه بالاسبوع هيدا قبل، يعني انه كان يظهر ويسهر ويرقص ويغني، كان عنده الكريدت كارد يعني مشي حاله، كانت الليرة بألف خير. هاي هي اكيد بده يا واحد يعمل ديبريشن، يعني ما عمل ديبريشن بلا مخ وبلا احساس اذا مش على حاله على التانيين على المشاهد اللي عم بيشوفها، الا اذا ما بعرف انه في ناس مثلا ما بتشوف ما بتسمع ما بتتابع. بلتقى كمان انا بكتير ناس بيقولوا لي ما بتابع اخبار، ما بشوف شو عم بيصير، ما بدي بتضايق، بفهمهم كمان، يعني فيهم منهم مضطرين، بس انه بدهم يعرفوا يعني اجباري انه ما فيهم يفصلوا حالهم عن كل شيء. لو ما سمع اخبار بده يشوف قدامه، يعني بده ما بده يمشي بالطريق، ما بده يفوت بالنفق ويلاقي مطفي ورح يفوت باللي قدامه، مش رح يرجع بالليل يلاقي الطريق بتخوف بترعب، مش هيتعرض لعملية سرقة، مش رح يسأل هاي الطريق فاتحة يما لا لأمرق. يعني كل واحد عايشها بطريقته، حتى مش قصة بس مصاري، في جو عام عيب، يعني عيب نحكي عن الزبالات اللي بواصلة على الأوتوستراد كمان، انه هاي ما بتنشاف، يعني معه مصاري بيشمها جردانيا والفقير بيشمها زبالة، يعني يما تبول السلطة بيشموها انه شو بيشموها يعني دال غير الجردانيا، ما بيشموها ما بيشموها، اوكي ما بيشموها، يعني ما فهمت انه في شيء عند على الكل. سو حبيبتي دونت وري، كلنا بالهوى سوا، كل واحد عنده أسبابه ليعمل ديبريشن. صورها الله 100%. هاي اللي عم بقولها ليش؟ إنه النفسية إنه يعني ما هي النفسية شو؟ إنه كل اللي بيعملوا ديبريشن هن فقراء، ما ثلاث أرباع اللي بيروحوا عند أطباء نفسيين إن عالم معهم مصاري بس بفقدوا لذة انه يمكن معك انت تروح على البسين بس ما عم بتروح لانه النفسية مش منيحة، يعني فقدوا هيدي اللذة انه في حدا مثلا. اوقات كنا نطلع نقول انه نيالهم مبسوطين معهم هالقد، قدنا مثلا اقل منا بكتير بس كانوا ينبسطوا فيهم مثلا او يعملوا شوبينج فيهم. واوقات بيكون واحد معه مصاري ما إله نفس يطلع او ما إله يعني جلد يظهر او يصرفهم او هيك، يعني ما هي قصة بس انه الانهيار الاقتصادي، لا انهيار كل شيء كل شيء. تريسا قال هي بلا مخ، لا مانك بلا مخ تريسا، بس عم جمعتيون بكرة بتنفجر شي نهار، طول بالك ما تستعجلي على حالك، ما في ما في في الاشياء من جوا بتتفاعل، انت بتفتكري هيك، ما معقول واحد يكون يعني ما يحس. هوديك تبع صباط الزعيم ما عم نقشن ابدا، بس انه اي حدا طبيعي هوديك مش طبيعيين، يعني طبيعي بده يحس معك حق 100%. انا عم روح بالسين وفي بعد الحمد لله اظهر بس ما الي نفس، حتى لو ظهرت ما عم بنبسط. ميراي ندعي انه مبسوطين، انه عملنا مشوار، انه عملنا جزدورة، انه تعشينا او ظهرنا، ما بضاين شي الفرح، يعني إذا فرحنا ولا شيء خبرية واحدة بتنزع لك كل شيء. عم بحكي هلأ واقع، مش عم
عم يعني عم نبشر بحالات الكآبة، بس انه كل واحد شي مثلا هيدي المدام بيرة اللي تم تناقل صورتها على سوشيال ميديا انه في ناس ضحكوا في ناس هيك، انا تأثرت يعني اتضايقت المدام اللي نامت بنص الطريق يعني لابسة أنجا تياب ما بعرف شو لابسة، بس انه شفتها هيك ما عاد شفتها مرة تانية يعني زعلتني. في ناس اخدوها بضحك ها ها هي 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 مثل العادة يعني طارقينها سطلي، بس انه يعني هيدي عينة عن الناس. في ناس بديبريشن تعمل غضب تنزل بتقاوم بتصرخ بتعيط يعني او بتصور، وفي ناس تقعد لحالها وبتزعل لحالها، في ناس لا بتعمل ديفول ما بتظهر اكتر وبتصرخ اكتر وبتسكر وبتشرب ولا تنطفي بتقلك بركي بنسى او يعني كل واحد على طريقته، بس انه كله مضروب يعني. انت مثلا مبسوط هيك ما بتقدر تضلك مبسوط ما تسمع انه في مسح نشرته اليونيسف بيقول انه الاطفال بلبنان بيعانوا من وطأة احد اسوأ الانهيارات الاقتصادية بالعالم بالآونة الاخيرة، وقالت الأزمات المتتالية اللي تضافرت بتكوين الأزمة الكبيرة بما فيها الانهيار الاقتصادي الكامل أدت إلى جعل الأسر والأطفال بلبنان بحالة يرثى لها، وأثرت تقريبا على كل جانب من جوانب حياتهم بظل شح الموارد واستحالة الوصول واقعيا للدعم الاجتماعي. وقال بظل عدم وجود تحسن بالأفق المزيد من الأطفال يذهبون إلى فراشهم ببطون خاوية فاضية، تتأثر صحة الأطفال ومستوى تعليمهم وبكل مستقبلهم، فالأسعار تحلق بشكل هائل، نسبة البطالة تستمر في الارتفاع، ويزداد عدد الأسر بلبنان اللي تضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية لتتمكن من الصمود كإلغاء بعض وجبات الطعام توفيرا لثمنها أو إرسال أطفالهم إلى العمل يكون غالبا بظروف عمل خطيرة، أو اللجوء إلى تزويج بناتهم القاصرات أو بيع ممتلكاتهم. هاو كنا نسمعهم إذا بتذكروا أو نقراهم ما نتأثر فيهم لأنه يبقوا بغير بلدان، إنه شو قالت اليونيسف عن بلد إكس عم بعاني، كنا نتطلع عليهم بس من بعيد ولا مرة فكرنا إنه عم بيحكوا عنا جماعة. ويشير المسح لأجرته اليونيسف حديثا نام أكثر من 30% من الأطفال بلبنان بفراشهم الشهر الماضي ببطون خاوية لعدم حصولهم على عدد كافي من وجبات الطعام، 77% من الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء أو من مال لشرائه، 77%، وترتفع هالنسبة بين الأسر السورية ل 99%. 60% من الأسر تضطر لشراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو الاقتراض أو الاستدانة. 60. أما 30% من الأطفال بلبنان فهم لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية اللي يحتاجون لها، وأعربت 76% من الأسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة بأسعار الأدوية. طبعا دعت السلطات المحلية قال أنه يوفروا إجراءات حماية اجتماعية، هؤلاء كانوا مجتمعين بارة ليسرقوا منا ويعطونا. ولد نايم جعان بيحكوك بالصمود، خي نايم جعان منو صمود، ايدا ما قرر هو ينام جعان صامد. أوكي. 15% من الأسر بلبنان توقفت عن تعليم أطفالها، هيدي قبل السنة الجديدة، المتوقع أنه كتير من الجامعات تقفل مش أنه ما في. 40% من الأطفال ينتمون إلى أسر لا يعمل فيها أحد،
يعني تقدروا تتخيلوا البقية كيف ممكن يكونوا عايشين. و77% من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أي جهة. ها معنا عايشين تحت زيت السقف، تحت زيت السقف معنا، مش انه ببلد تاني. عم بقرا هيدي المعلومات معنا. على 80% قال من مقدمي الرعاية يتحدثون عن الأطفال، يعني اللي عم بيعالجون أو إنه من مقدمي الرعاية الصحية المجانية، يعني بيحكوا عن مواجهة الأطفال صعوبات بالتركيز على دراستهم اللي بعدهم عم بيتعلموا حتى بالمنزل. وتبين إنه السبب أو الجوع أو الاضطراب النفسي. أنا الوليد عندي يعني نقطة ضعف، في ناس يعني غالبا بينقسموا الناس بين انه نقطة ضعفهم الكبار بالعمر، يعني بيتأثروا اذا شافوهم موجوعين او جوعانين او هيك او عم يتسولوا. انا الاطفال يمكن الكبار عاشوا اخذوا فرص بالحياة، فيو يكونوا هيك فيو يكونوا هيك، الا ما يكونوا عاشوا شيء يعني حلو، مع انه اكيد مشهد انه يتسولوا او انه يكونوا متضايقين كتير صعب طبعا، بس في هيك عندي غصة هيك على طفل اللي مثلا انت وقاطع بالسيارة بتقول له ناولني، بيطلع لك طفل مش انه مراهق عم يدرس بالخريف وعم يشتغل بالصيفية يساعد اهله، هيدا ممتاز، هيدا احلى انواع الرجال رح يطلع، بس انه شكله بتحس انه بتشوفه بالشتاء وبالصيف، انه هلأ رح تشوفه اكتر يعني ما بقى. وبتلاقي صاحب العمل انه اذا عجقت على ناولني او شيء عم بعيط عليه، انه شيء كتير 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 بيقهر وعرف قدي بيدفعوا له. هيدا شو مستقبله يعني؟ شو معقول يصير فيه؟ ايه منيح ذكرتني ليك، ولا اشي بتزبط مع يعني الفنانين بلبنان. وجعت راس فريش يعني، وجعت راس خصوصا بهالموضوع. سألني الي anyway عم بقلي انتو عم تحكي، تذكرت البنت اللي بدها اكسجين اللي اليسا ساعدتها، وبيطلع لك ناس قال يبعتولها لاليسا على ريبلاي انه ساعدي بالسر. يا اخي شو لك خصة انت؟ خليها تساعد بالعلن ويغاروا منها البقية. انه تسأل لما تشوف صورة حدا او هيدا الطفل امبارح اللي بحاجة لأكسجين، هيها اول ما قالت اسم انه حطت الصورة وقالت مين بيعرفها، لقينا مين بيعرفها وساعدتها ومشي الحال، واكتر من مرة ومرات كتير ما يعني ما في لزوم خبر انه انا كمان بالبرنامج اطلع كان يبقى معنا حدا تساعد، وبتساعد بالسر وبالعلن. اذا شيء على تويتر بتسأل جماعة تويتر مين بيعرفها، وطبعا بدقيقة بيكون على تويتر معروف الخبر ومعروف الرقم والاسم وكل شيء، بيرجع بيطلع لك حدا بيقول للشخص بليز ما تقول اسمهم على الهواء انه على تويتر، لانه هيدي اشياء شخصية. ما الزلمة طلع على التلفزيون قال ساعدوني، شو اشي؟ ما بقى في شيء اشياء شخصية. طلع على التلفزيون قال ساعدوني. من حاضرة الفاتيكان بلشت يوم الصلاة، بلش يوم الصلاة من أجل لبنان بهالأثناء اللي دعا لقلو البابا فرانسيس. قولوا أمين. وقت اللي شايفته مثل العزة قدامي، مثل موديل العزة، يا لطيف عم نقص تقبلوا التعازي. بس يعني من بعد ما جربوا يعملوا كتير اشياء ويتكلوا على مقولة تبع انه البلدين الصديقة ما بتترك لبنان، تبين انه بلا بتتركوا وبتكتر، وشي مرة بس يقدر يحل ازماته لحاله ويبطل مثل المراهقين بده يلعب ويتسلى بأحوال الأمم وبشعوبها، بده يتدخل هون وهون وبده يسرق أبناء بلده
بده يصدر كبتاجون على الدول المجاورة، وبده يتاجر بالسلاح، وبده يبيض أموال، وبده يدعي العفة والطهارة، بده يدخل أنفه بكل شيء ما بيعنيه، وبالآخر قال الدول الصديقة ما رح تتخلى عنا. لمين بقلنا دول صديقة يعني؟ حتى مسمون صديقة بهالأيام أصلا بيتغيروا الأصدقاء بلبنان، يعني حسب مين بيحكم. كل فترة بيحكم حدا، وكل فترة عنا صديق جديد تعرف عليه. بس لهلأ أصدقائنا الجدد يعني ما شفنا منهم شي صراحة، ما أعرف إذا أنتوا شفتوا، على أساس أنه كمان ما رح يتركونا. من وين؟ ليه بدهم يجوا يعني يعطونا؟ شو هو إنه كاريتاس القصة يعني؟ قاعدين ينبشوا وين في بلد زعمائه سارقين شعبهم، وشعبهم عم بيجزدر وبحب الحياة، وهن بدهم يقعدوا يصرفوا عليه يعني؟ يمكن قبل بركة كانوا يعملوها لأنه كان لبنان بركة لؤلؤة هذا الشرق، والبوبيل الغنوجة تبعه اللي بيهربوا من بلدانهم وبيجوا بيجزدروا هون وبيفرحوا هون وبيسهروا هون. هلأ بلدانهم صار فيها سهر، وصار فيها رقص، وصار فيها غنانة، وصار فيها شجر أكتر من بلاد الشجر. سو يعني ما بقى فيكن انه تقولوا انه لا ما بيتركوه بلا، لا بل تركوه. وهي نظرية انه ما بينترك هي اللي وصلتنا لهون، وهي نظرية كل ما تقعد مع حدا مثلا عم تحكي في انت وياه باحوال بلد بيقولوا لك لا لا بكرة بتجي امريكا بتخلصنا. لامريكا ولا مرة خلصتنا، او هلأ بايدي امينة مع ايران. بشرفك اي بلد يعني بايدي امينة؟ او يعني بيضل عندهم اللبنانية هيدا الاتكاء على حدا خارجي يجي، ودايما الخارج مين ما كان بالمحورين الاضرب من بعضهم كان يجي بس ليسلح، ليقبروا بعضهم ويقتلوا بعضهم. نحنا نفتكر انهم اف ونمشي وراهم، وليك وين وصلنا. والمؤسف انه هيدول امبارح قلت لكم ما بعرف اذا بعد بينفع كمان معهم صلاة الفاتيكان، انهم يرتدوا ويعرفوا انه ما حدا بده مصلحتهم، وانه الجوع اللي عم بيجعوا والذل اللي عم بينزلوه ما عنوانه أبدا أبدا مصلحتك، وإنه جاي الأيام الحلوة اللي بيوعدوك فيها صار مارق سنين على وعودهم ما حققوا شي منا، حاجك بعدك ناطر. بقولكن شي شمعة مع هالجماعة اللي عم بيصلوا لنا بالفاتيكان، لعلو وعسى. عم بقرأ هلأ عن شركات التأمين بلبنان، يعني بضيع مخك. بتدفع فراش بأمنك فراش، تدفع لبناني مصاري ميتة وراء مونوبولي ما بيطلع لك شي. يعني ما بعرف إذا أنتوا عم تفهموا على المندوبين تبع الشركات التأمين، بس هن مش فهمانين شيء. إذا كان الزبون مأمن على حياته $100,000 وفق سعر الصرف القديم يعني 1005 أي ما يعادل 150 مليون ليرة، فصارت قيمة التعويض اليوم توازي $7,000، وبالتالي بيتعوض عليه على السعر الجديد. واللي بيدفع اليوم عن جديد بوليس التأمين وبالفراش تتم تغطيته بالفريش، وبيدفع كاش أو لولار بتم تغطيته باللولار يعني ولا شيء.
وبيقول عن شركات التأمين قدمت بعض التسهيلات للمضمونين حيث سمحت لهم برفع حجم تغطيتهم من دون شروط، وعادة ما تكون فحوصات دم وتحاليل مخبرية. هيدي قال شمرتها من 1005 علتها لل 3900، وبالتالي اللي كان سقف تأمينه 150 مليون ليرة يستطيع رفعه ل 300 مليون ليرة، اللي كمان قريبا رح يصيروا لا شيء. وإذا تخطت نسبة حجم التأمين المطلوب رفع حد 3900، يعني أنت ماشي أنت عم تدفع، يعني صرت عم تدفعهم، بيضطر عند المؤمن الخضوع لشروط وتحقيقات لمعرفة الأسباب، وقد تتم الموافقة على الطلب بحسب كل حال. فهمتوا شيء؟ يعني إذا بتشلي أمك عجلة بيطلع آخرة النهار ما في إلا هول جماعة التأمين، هن اللي بيتمنوا لك كل خير ما تدقك شو. هلا أكثر شو بعمل لك؟ لا أكثر. أما بالنسبة للتأمين على الصحة فقال الدفع كان بالليرة اللبنانية، ومع بدء الأزمة أصبحت الكلفة تدفع نصها لبناني ونصها دولار مع تغطية كاملة. وبعد رفع تسعيرة الاستشفاء بالمستشفيات على سعر صرف 3900، صارت كل شركة تتبع نظام خاص فيها، حيث أن بعض الشركات تطلب الدفع بالدولار وتغطي الأفراد على سعر 3900، ومن يدفع بالليرة ما بتتم تغطيته. أما بعض الآخر من الشركات فبيقبل الدفع بالليرة إلا أنه المؤمن بيدفع فروقات كبيرة. فعلى سبيل المثال اللي كانت عمليته الجراحية بتكلف $1,000، يعني 1,500,000 ليرة بالزمن الجميل، كانت الشركة تغطيه بنسبة بتتراوح بين 85% ل 90%. اليوم مع ارتفاع معدات وسعر المعدات الطبية اللي بتم استيرادها بالدولار، ومع أزمة شح المحروقات اللي بتعاني منها الشركات، أصبح فرق الاستشفاء يدفع وفق سعر صرف منصة المركزية، يعني 3900 ليرة للدولار الواحد، ليوصل الفرق اللي بيدفعه المريض ببعض الأحيان ل2,400,000 ليرة. كتير complicated يا جماعة. أما بوالس التأمين عند شركات التأمين على السيارات العريقة في لبنان، بتقول عن طريقة التغطية أبقت الشركة على التغطية الكاملة، ولو اضطرت الدفع بالدولار على كل بوالس التأمين القديمة All Risk على السيارات، ولو أنه رسم دفع زبون كان بالليرة اللبنانية بمحاولة للحفاظ على زبائنها وضمان الاستمرارية. كما عوضت لجميع متضرري هدول الكلاس A، يعني انفجار بيروت، بدون انتظار صدور القرار القضائي ونتائج التحقيقات، واعتبرت أن الوضع صعب على الجميع ومن مسؤوليتها الوقوف إلى جانب زبائنها بالأوضاع الحالية والصعبة. فيما كشفت هلأ أنه تجديد بوالس السيارات أو إصدار بوالس جديدة أصبحت وفق سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، رح تبلش ابتداء من اليوم 1 تموز. انخفض كتير حسب قولنا الإقبال على بوالس التأمين نتيجة انخفاض شراء السيارات أولا، وتوقف المصارف عن إعطاء قروض لتقسيط سيارات، ما انعكس سلبا على عمل الشركة. وقال نسبة الحوادث انخفضت بسبب كورونا وقرارات التعبئة العامة، كما أنه أزمة البنزين أدت لخفض حركة السير على الطرقات، مع أنه الأكسيدانات ما انخفضوا أبدا. شفناكن
Thank you Gladys. على الموقف في شي حلو بلبنان إلا الاستماع لصوتك وبرنامجك الجميل. كان جميل، كان الزمن الجميل، بس راح نحاول. قولي الله، يعني سبديك حتى النفس الأخير. بتمنى لكم بقية نهار موفق يا رب، رد الضربات، عين هالناس على تحمل مسؤولياتهم فقط، اللي هي مسؤولياتهم البسيطة اليومية، مش لتأمين مستقبل كريم لأولادهم. صرنا لنعيش كل يوم بيومه، يقدوا حالهم. يعني هلأ عم ببلش يتم التداول على السوشيال ميديا بأرقام اليونيسف اللي كنا ذكرناها، والبعض متفاجئ انه 30% من أطفال لبنان ناموا الشهر الماضي ببطون فاضية وزعلانين، وللأسف ما في شي ببشر انه لقيتي أحسن، إلا انه يمشي حال هالصلاة والله يفرجها. ضلوا بخير. Rima and James Show with Rima and James. Weekdays on Sultan Red starting at 8 a.m.